قال لي قال لي بصح تحكي غير فرونسي. قلت له انت ما تعرفش تهضر فرونسي؟ قال لي هضرت معاه. واه وري خويا. قال لي قلت له فري بان. ها السيرفيس بيان خويا الله يعطيك الصحة. بارك الله فيكم. ها جمال. واضح نحكي مع المقابلة هنا. نضى خويا صاحبي والعالم. انت ما غاديش نبين لك السيرفيس تاعي. راك خدام انت. ها والله. يا شيخ شيخنا. هذا اليوم دار كثير سيد الحمام سيد الوز تقول لنا على المقابلة تاع اليوم. شو طريف الكور مش هشوفه بس يا طريف الكور مدى بيتفرج على أحمد فتحي كثير بس السنس بتاع الكورة لسه مش عم دعمي الله يفتح عليك وش ليك يا حسن ما حب الكورة صحيت دي تدحو صاحبي و الله يفتح عليك. صح لعب غايه هذا مرئي بدات ما ملعبش بصح والله الا زعما تحرك. لا الماتش كاع تلاقيني كويس ثاني فيها الجهد. الرتور عندكم في القاهره. محمد بارتي تاع اليوم هي المباراه ما نهضروش عليها باسكو الاربيت كان مخيط. ما عندكم اللي قال لها كسرها ها واش قلت له؟ وانا اللي نقولها حسن. شوف خويا انا اللي نقولها الله يحفظكم ويحفظنا ان شاء الله ما شاء الله ومرحبا بكم. ومحمود محمود اللي تيراهم كاع في السماء. خلص على قول لي على تيراهم في السماء في السماء قول لي على خدش في الحمام كان فوق. ماشي هوريكم الماتش الجاي. يا زي ودنا مرحبا بكم. حبيبنا غالي اليوم كل اليوم كل اليوم طلع المورا روحك معليش ربح طلع معليش خسرنا 30 مباراة 15 لعبتوا كرة صام اليوم صام صح لعبتوا كرة صام اليوم أحسن لاعب والله نلعب خايا أحسن لاعب شكون روحك ما تقدرش يا ولا زيد حاجة الله يحفظكم وبارك الله فيكم الله كيتاعكم أنا توجور صحيح أفتح عليك مرحبا بكم. شو تقولنا؟ أنت ما لعبتش اليوم؟ لعب في أرضية الملعب، الأرضية لو كويسة هما كانوا كويسة. لا ما لعبتش أنت. مرحبا الحاج. ما لعبتش مقابلة هايلة. الله يفتح عليك بارك الله فيك. وراها اللي كان مصيرني بزاف كنت مصيرني بزاف اليوم. ماكش مخدوم خويا ماكش مخدوم يا الجزائريين كاع حكا كي يخسروا يقول لك الجزائري هذه فيها الطبيعة هذه. الله يفتح عليكم مرحبا بكم. جمال احبك خويا حسن. جا ميرجي وارتاح مش انا قدامي ولا اسمح لي اود عمي ما بغاش عليكم بريزيدو وكي ولا يروحوا يجي شحال باقي وهادي والله العظيم هذا هو ما يفتح عليكم خالي مرحبا بكم ما يفتح عليك خويا خويا بالخير ما قلت لي والو لا كوش 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 ديما هم ان شاء الله حول مع الطاقم كاع داروا مباراه ومن بعد راحوا للحمام الحمام الجزائري التقليدي تاع محمد كرمهم وحنا كرمناهم وما كان تكريم من جهتكم من جهه محمد هذو ضيوف الجزائر وبالتالي ضيوف محمد محمد معروفة بكرمها وبشيمها وبأخلاقها الثقافية الله يفتح عليك ودروا كاين سهرة ودعوة عامة عيط لهم عيط لهم عيط لهم دعوة عامة أنا كنقلبها هاولي هاولي جسر أروح مرحبا بكم مرحبا بكم أنا قارعكم سيدي مرحبا بكم سيدنا الله يفتح عليك مرحبا يعطيك الخير إن شاء الله كما كنتم الحاج خويا أرجع الحاج أرجع الحاج عطينا كلمة خويا الله يعطيك الخير انت صاحبي ومونامي وكاع العالم الله يفتح عليك الحاج ربي يوفقنا ان شاء الله صحيح او الطاقم الطاقم الفني الطاقم الفني الله يربي تحية ولد بريد وتحية سبيا بلي الله يحفظك قلت لك كيما راكم تشوفوا عجبهم لاكي عجبتهم محمدية عجبهم الناس تاع المحمدية ما شاء الله عليهم وربي يخليكم ان شاء الله رانا في الاسطورة هنا في الشام وكاين شوق ثاني مرحبا بكم في قرابة دروك ثاني في الجنوب رشقة ان شاء الله باذن الله خويا كاش حاجة انا هنا خويا اه ولا
كاش حاجه انا خويا تحيه سفيان بلي تحيه ولد باريكو صحيح اولا تاني صاحبي ومونامي وكاع خويا سي خويا الله يفتح عليكم وبارك الله فيكم الله يحفظ الخير ابرك ما تطلع لي جاي عندك انا جاي عندك اش تقول لنا خويا اش تقول لها قول لها كلمة لا هاك قول مرحبا بكم ولا تكم الخير ان شاء الله مرحبا بالجميع في خط الحسن المروكي تاعنا سعيد رمضان خويا ويا الله يخليه ان شاء الله في وقت الدار انا هنا ما كاينش كاع مشكل مرحبا بالعشاء يعطيك الخير ان شاء الله قدا قليل انت ما هدرتش انت ما بقي والو قدا قليل شنو دخل البحر الابيض المتوسط؟ محمد خويا وحسن شنو دخل البحر الابيض المتوسط؟ ها محمد خويا راه عارفهم ومرحبا بهم شنو البحر الابيض المتوسط؟ البحر الابيض المتوسط وين؟ هذا هو بحر المتوسط شنو دخل البحر الابيض المتوسط؟ بصح احنا احنا هذو اللي يفرض عندنا شنو دخل البحر الابيض المتوسط؟ مرحبا بهم 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 السلام عليكم ربي يحفظكم بارك الله فيكم هذا اللي كيردو هذا انا راه خاوي جاي هذا هو حكي بلا خيط 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 وراء معها بس هذا ماشي بلد ثاني هذا بلد أول مرحبا شباب واحد قال مصري واحد كزاري شنو اللي ناس ما زي ناس كزاري باريكو باريكو عندك آه أمين تعيش أخويا جبلونا هنا وكرمونا في المحمدية نعم كمان عايز اشكر بريغو اللي هو عزمنا عشان اجي هنا وشوف الناس الطيبة والناس المحترمة دي وبشكركم على المعاملة الكويسة هم الشعب الجزائري صح توفيق خوا 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 تقع ما ضلت حمد وشكوه اوه جابنا كامل لكن انا مي كامل بارتي انتك عقل مدك تقاشير تمام طيب انت شمي حمد هادو غالين غالين هيتا تحدي البلغ البلغ ساسب كم مهارس مكاشت عالي زهني جي مكاشت عالي تحدي البلغ هيتا قاشر مقر هدر تعبيهم واخويا كامل سبب الوزوم سيبور التخمينة في الجنازة في المقبرة في العرس في الفرح في الغرح ديما معنا الله يفتح عليك ان شاء الله بارك الله فيك خاوة خاوة لا ما نكفر يديروا هاد التمه تاعك بالك هذيك دخله في اللايف هاي بانا تاع عياشي عياشي كنا كلمه خويا يا خويا ربي يحفظكم وهذه مبادره اسماعيل ما جاش عرفتها هو جاش معليش عرفتها هو جاش الغائب الحاضر هو هو توجور الغائب الحاضر ما لقيت هو ما راهش حاضر بصح حاضر الله يفتح عليك يا عياشي هذا شرف لينا ربي يحفظك حسن بارك الله فيك خويا خوتنا بارك الله فيكم الله يحفظ لكم كلمة أخيرة عند عند مهمش أدرك تاكل درك عطينا هاي كلمة أخيرة الناس المحمدية هل الفرقية على البالو ربحناكم معليش كما خاوة تعملت هو اللي بتصيد حمام ايوه في العمارات الله يفتح عليك حبايبنا والله الناس المحمدية كلهم استقبال رائع جدا الناس اصلا كرمة بشكل مبالغ فيه يعني فبشكركم جدا على الكرم الكبير ده ان شاء الله طلعنا موجودين كتير معاكم ان شاء الله باذن الله محبابي بكل وقت ان شاء الله حبايبنا شكرا شكرا